ما كان في داعي ابدا انه تجي لهون يا عابد. حبيت كون جنبك وقت اللي سمعت باللي صار. كيف ممكن ساعدكم معلم؟ شو بتريدني اعمل؟ بهي المرحلة اهم شيء انه ما ينفضح امرك. كل معلومة بنقدر ناخذها منهم حاليا بالنسبة لنا مهمة كتير. لا تتركن ولا حتى لحظة. قدرت تعرف لنا مين البارون الجديد؟ لا ما عرفت، بس بعرف انه لا متى ولا صارب. مبارح اجتمعوا مع الاستاذ الكبير، بس وقت يلي طلعوا كان وشهم ما بيتفسر. معناتها اكيد خبرون مين هو البارون الجديد. لازم نوصل لهذا الاسم يا عابد، هي طريقتنا لحتى نمنع حملتهم الجديدة. لا تخاف معلم، أنا رح أعمل المستحيل مشان أعرف. كان عندك علم أنه مارغريت بدها تقتل أختها ليلى شي؟ لا معلم، ما كان عندي علم. أنا عم بيخلوني برات كتير شغلات معلم. في شغلة تانية لازم تعرفها، كنت قايل لك أنه رح يتركوا تركيا. مارغريت قالت لي أنه بدها تشوف رهف مرة تانية قبل ما تسافر، مثل ما فهمت عم تخطط مشان تأخذها معها. خلي قريب من مارغريت اللي هي، وحاول تأخر هذا الموضوع. بس نحل المشكلة اللي عم نمر فيها، أنا بذات نفسي بدي اهتم فيها. لازم تنتبه لأبعد الحدود. ما تاكل همي معلم. أهلا وسهلا فيك سيد حقي. أهلين. أهلا فيك حقي، تسلم. تفضلوا. مثل ما بتعرفوا، بعد ما مات السيد محمد قرخانلي، النظام الخاص تبعنا اللي تخرب بإيد مراد على مدار ما تأسس من جديد مرة تانية، وكلياتنا اضطررنا من هذا الشيء بشكل كبير. النظام اللي عم يديره السيد وهاب واللي نحن عم نشتغل بظله حاليا رح يطلع للعلن. وانا وقت اللي دريت كتير استغربت هالشي، وكمان بنفس الوقت فرحت كتير. ما بحياتي عرفت شخص تاني بيعرف المواطن التركي وممكن يدير النظام مثل حضرته. واللي صار اليوم اثبات لهذا الشي. طبعا معك حق متى. على كل إن انتو كمان رح تستلموا مهمات كتير صعبة بهي المرحلة الحساسة. المهمة اللي بتوقع على عاتقي انا جاهز نفذها فورا. حقي، امتى رح يصير لنا الشرف نبارك له للسيد وهاب؟ انا بوصل له طلبكم. نعم صفية. عابد وينك انت؟ صار لي كم يوم عم حاول اوصل لك وما عم بقدر. كان عندي شغل. انشغل بالي عليك، في شي مشكلة؟ لا مشغول كتير وبس. عم بفهم، بس في شغلات اكيد لازم نقعد ونحكيها مع بعضنا. صفية
هي هلا وضعي مانو مناسب، بحاكيكي بعدين. طيب عابد، انا ناطره منك خبر، رجاء لا تشغل لي بالي عليك. طيب خلص صفيه. أقوال كل الشهود موجودة هون. أول مرحلة من تحقيقهم خلص، ولا واحد منهم حب يعطينا معلومة عن عاكف. سيدي، بعد ما مات مراد على مدار، عاكف بلش يتصرف من راسه بكتير شغلات. إجا الوقت اللي لازم نوقفه عند حده. ادخل. سيدي، أقوال الشهود السريين بهالملف كلها ياتها هون. ما ضل قدامنا أي مانع مشان نجيبه لهذا عاكف. طلبناه على التحقيق، قالنا تفضلوا على الكي جي تي. صار على عاتقكم شغل كبير، لنشوف بس تقيلوا لعاكف من مهمته الكي جي تي شو رح يعمل الشايب. طيب عن إذنك. نايا، عبد الحي، لازم نروح على المستشفى. على فكرة رح تخلص أول دفعة من حبوب البونزاي. ماشي بالشارع أحسن مما كنت متوقع. خلي تجي الدفعة الكبيرة وبعدها منبلش بالرأس والفرفشة، مو هيك إيفان؟ بس هاي الشغلة بدها مهارة، من الصعب يلتقى شخص بتركيا يقدر يعملها بنفس الجودة. راسكو رح يجيب اللي اخترعه. بهالحالة أنا ناطر أخبارك الطيبة يا راسكون. جاي نهات من دخله؟ وضيوفي كانوا طالعين كمان، فيك تدخلوا لهون. تشرفت. وأنا يا بلتزار،
أهلا وسهلا. أهلين فيك. كنت بعرف إنك رح تأخذ القرار الصح. تفضل. حدا جاي يا سيدي. في معنى قرار نيابي، يجينا ناخذ السيد عاكف. خلي النائب يجي بذات نفسه. سيدي، هون في مشكلة. سيدي، علم عاكف على الخط. معلم، إلي يا عاكف. سيدي، اجوا لهون مشان ياخدوني، بدون مني سلم حالي. شو بتأمرني لأعمل؟ بتموت وما بتسلم حالك. مثل ما بتأمر سيدي. اتصل بعبد الحي يا تيمور. أنا بدي أحكي مع عاكف، بس لخبره. إجا السيد أورهان. خليه يفوت لنشوف. ماشي، فيك تدخل انت. انتو بتضلوا هون ما بتتحركوا. ألو. نعم، شايب حابب يحكي مع حضرتك.
وينك يا عبد الحي؟ جايين على المستشفى. منيح، وأنا كنت حابب أحكي معك. معلم، نايا مريضة وجايبة على المستشفى. خير شبها؟ ما بعرف، وضع ما منيح. سلامتها يا عبد الحي، بس توصلوا على المستشفى خبرني دغري. اللي عملته اليوم كان توديعة كتير حلوة من شاننا يا سيد وهاب. بأول زيارة لإلك خبرني مشان أعمل لك استقبال كمان يا سيد رونالد. بتشكرك، ما عندي أي شك أنتوا أصحاب هاي الأرض، ومثل العادة رح تستقبلونا أحسن استقبال. هلأ في شي خاص بتريده مني أنا شخصيا يا ترى؟ مثل ما بتعرف كنا مبلشين عم نأسس لجمعية كتير مهمة بالنسبة لإلنا، وحطينا صوفي بنت محمد قرخان لي برئاسة الجمعية. ها صوفية كبرت بين إيدينا هي البنت. شوف، البنات أوفياء أكتر، بتعرف. برافو، منيح ما طلعت خاينة مثل أخوة الوسيخ. بس انت بتعرفه لمراد علمدار عمل شغل وسخ كتير، خرب كل الشغل تبعنا وكل التصليح وقع على راسي انا. انا على ثقة انك رح تعرف كيف تختار الافضل لمصالحنا يا سيد وهاب. بخصوص هاي الجمعية لا تاكلوا هم على الاطلاق. حتى هلأ عم فكر إنه قبل ما تروحوا خلونا نعمل حفلة تعريف. فكرة كتير حلوة، وخاصة إذا حضرتك يلي عم تنظمها رح بتكون كتير مفيدة. ما رح ضل بالتنظيم ورح شارك بذات نفسي كمان. خليها تكون هيك مثل شي حفلة تنكرية، شو رأيك؟ يلا عاكف، بدنا نروح. وانت كمان صرت جزء من هاي الخيانة. انا مو حابب تكون هالشغلة بالزور يا عاكف، بس انت بتعرف منيح. يلا يا شباب جيبوا. ما فيك تطالعني من هون إلا جسة ما فيها نفس.
بالنظام الجديد انت مالك مطرح فيه يا عاكف، فلا تجبرني على هالشي هاد. لهون وبس يا عاكف، خلاص انتهى كل شيء. إذا أنا ما قلت انتهى ما بينتهي. كل شيء عم يبدأ من جديد. كيف بتعمل هذا الشيء يا أورهان؟ مو نحن كافحنا مع بعض مشان هذا الوطن؟ مو تعرضنا لنفس الرصاص مشان يبقى هذا الوطن؟ شو رح تكون نهاية هالشغلة؟ بس يطلع رح نشوف. إذا ما كبرت ما بتظهر. مظبوط. أنت كيف وصلت لهي الحالة؟ مين اللي قدر يغير لك اتجاهاتك؟ أنا ما كنت بعرف، ما كنت عارفان إنك عايش. معناتها بتحكي لي كل شيء هلأ صرت بتعرف. حضرتك أكثر واحد بيعرف إني بفدي روحي بسبيل هذا الوطن من دون ما أتردد ولا أي لحظة. المدعي العام كلفني بمهمة وأنا جيت لهون من شان نفذ مهمتي. أورهان ما عم بسألك عن هذا الشيء، بدي تحكي لي القصة من أولها بكل وضوح. سيدي، بتعرف أنا كنت أفكر إنه تم قتلك على يد عاكف. انقطعت اتصالاتنا مع الشائب نهائياً، وخفت ثقتنا بعاكف بسبب قصة سنجر اللي صارت معنا السنة الماضية. واحد اسمه أولاك خبرنا إنه تم تأسيس نظام ختيارية جديد فات بمؤسسات الدولة وعم يسيطر على كل شيء، وقالنا إنه السيد المحترم أخذ مكان الشائب بهذا النظام الجديد. ومين هذا أولاك؟ أولاك مو بس لحاله، في أكثر من واحد. حكيت عن أولاك يلي هو المسؤول عن الاستخبارات العامة. كيف عم تتواصل معه؟ أولاك هو اللي عم يتصل فيني. أنت كيف صدقته لهذا الزلمة؟ وقت اللي شفت معظم اللي عم يشتغل معهم وبعتبرهم كبار وأساتذة بالأخلاق، عم يحترموه ويقدروه، وحتى عم ياخدوا أوامرهم منه شخصياً، ساعتها أنا صدقته. رجالك رح يضلوا بضيافتنا هون بالكيجيتي يا أورهان. أنت فيك تروح هلأ. ما بدك تخبر جنس مخلوق أني عايش. هذا الزلمة أكيد رح يرجع يتصل فيك. أول ما بدك تلتقي معه بتخبرني فوراً. طيب.
بترجاك تسامحني. سامحني يا أخي. أنا مسامحك يا أورهان، بس إن شاء الله أنت تقدر تسامح حالك. شوفوا يا شباب، انتوا حتكونوا بأمانة السيد عاكف. معلم، أورهان راح. خليه يروح تيمور، انا سمحت له. عود عاكف. لك انت ما بدك تعال يا ريتشارد. وقف وقف، عم يرجع بالسيارة. ارجع أورهان حكالي عن شخص اسمه أولاك، بس هو يلتقي معه وراح يخبرنا فوراً. أنتوا بلشوا تعملوا دراسة عنه لهذا الشخص،
أمرك سيدي. بتحب كمان نراقب أورهان؟ لا يا عاكف، إذا عرفوا ممكن نروح أولاك من إيدنا. ماشي سيدي. أمتى رح يطلعون لرفقاتنا يا عاكف؟ سيدي، السيد سامي ماسكينه بسبب علاقته بالعملية المالية، في بإيديهم تسجيلات صوتية. إذا تنصتوا عليه معناتها تنصتوا علي كمان؟ لا سيدي، الحمد لله تنصتوا على كل الهواتف إلا هاتفك، وكل الاتهامات عم يوجهوها من خلال هاي التسجيلات. السيد أردم يلي موجود على رأس جهازنا للاتصالات، شو رأيه بهذا الموضوع؟ عم يحضر تقرير مفصل سيدي. بس ادخل على الاجتماع الختياري، حابب التقي معه. كارا شو وضعه؟ كارا قدرنا نخلصه من كل هاي الاتهامات الجديدة، بس كونه انفتحوا الأضابير القديمة ما عم نقدر نتدخل. وذو الفقار آغا؟ وذو الفقار وبكتاش بكرة رح نطالعهم، بس المدعي ممكن يصعب الأمور. عمل اتصالاتك مع كل المؤسسات وخليهم يعملوا اللازم بخصوص هذا المدعي، وخليهم كمان يطلعوا لذو الفقار ويشوفوا باقي الملفات. طيب وليلى شو عليها مشاكل؟ سيدي معتقلينها بسبب حادثة اغتيال جاك، في بإيد المدعي العام مشاهد لحظة قتله. بس كان دفاع شرعي يا عاكف. سيدي هي مقدمة طلب محاكمة ضد حالة، رح يخلوها ليوم المحكمة جوا. وصلنا خبر سيء. السيد سامي لقوا ميت بغرفته، ممكن يكونوا هنن قاتلينه. سيدي ممكن السيد سامي يكون منتحر؟ ايه ممكن. بس انتو كمان شرحوا الجسة. ايه احكي لي لشوف يا بلتزار، شو قصة شراكتنا هاي؟ انت اختار، عندك كارل امار وعندك شغل المخدرات. الشغل يلي وردته من عيلتي واللي بعرفه هو القمار، خليني اهتم فيه. وبشغل المخدرات الجديد أنا رح كون بحاجة لدعمك فيه، خليني أنا أهتم بعملية الاتصال وأنت بالتوزيع، ومنتفق 50-50. ما بفهم بشغل المخدرات وما بحب أغلط بالساحة يلي ما بعرفها. أنت ما في داعي تعرف، بس بدك تضل على راس شغلك على طول. انت رح تنظم الشغل، عم نجيب بضاعة اسمها بونزاي، بس بدك رجال تعرفهم وتعتمد عليهم. مع مين بدك تعمل هذا الشغل؟ في واحد مجنون اسمه راسكون الروسي، مثل ما حكالي هذا المجنون رح يصير ينتج هون انتاج محلي يعني، فشغلنا رح يصير سهل. راسكون كيف أنا يا طمنيني؟ ممكن تتركونا لوحدنا شوي؟
تفضل ارتاح إذا بتريد. بدك تقولي لي شو اللي صاير معي يا دكتورة؟ نايا منيحة؟ نايا كتير منيحة، بس للأسف خسرتوا طفلكن. قلتي طفلنا؟ زوجتك كانت حامل، بس من الطبيعي ما يكون عندك علم بهالشي. عمره بس 3 أسابيع. أنت منيح أستاذ؟ ممكن نشوفها لنايا؟ هلأ طلعت من العملية، إذا بترتاح بيكون أحسن، وأنت ارتاح شوي. وهلأ عن إذنك. معلم لوين؟ انتو خليكن هون، بس تصحى نايا وترتاح بتخبروني دغري. سيدي، عاكف رئيس الكجيتي الحالي ما عم يوافق على قرار النيابة العامة، وقال ما رح يسلم حاله. على ما يبدو رح يعذبنا شوي ويسبب لنا مشاكل. هذا عاكف تلميذه لمراد علمدار، مو هيك يا حقي؟ اي نعم سيدي. طيب شوف، ما قدرت تجيبه معناها رجالك فشلوا يا حقي، بس اذا بيروحوا لعند المدعي العام وبيضغطوا عليه معناها الختيارية بلشوا يتحركوا ويعملوا شي. عن قريب ببين، وبهي الفترة الجرايد والتلفزيونات شو عم يعملوا؟ سيدي، التعليمات تبع حضرتك وصلت لإبراهيم مدير مجموعة تتر أغلو، وقال ما عليه دين للسيد المحترم، ما عاد بده يكون طرف بهي المشكلة ولا بأي مشكلة تانية. معناها بده يبيع ويصفي شغله. حقي، مين عنا اللي مستعد يسمع كلامنا ويعمل مانشيتات لصالحنا بكل الجرايد؟ سيدي، أنا كنت حاكي لك عن مجلس الظل، عن السيد متى والسيد صارب. معناها بتبعت وراهن وبتجندهن. خلينا نشوف مهاراتهم. وين كنت يا عابد؟ سبق وحذرتك من قبل بخصوص ثقتك فيني يا ريتشارد. هذا الغلط سبب قتل 4 من إخوتنا. الرجال يلي حطيتهم يراقبوني شافون الكي جي تي، وبمعجزة حقيقية قدرت أخلصهم من الاشتباك. أنت المسؤول عن هذا الشيء يا محقق كين. يعني بدل ما أنا حاسبك على الشيء اللي عم تعمله، أنت اللي عم تحاسبني؟ هلأ بدك تحكي يا عابد شو كنت عم تعمل بهديك المستشفى؟ كنت عم لاحق كارا. بعرف انك حابب تاخد تارك منه بعد يلي عملوا فيك والفشل يلي سببه للعملية تبعنا. كلياتنا منعرف انه كارا بالحبس. انت شو كان شغلك بالمستشفى اللي بتستخدمه الكجيتي يا عابد؟ احكي. في إلي حدا هنيك بقدر باخد منه معلومات عن كارا،
طيب شو اللي عرفته؟ رح يأمنوا نقل كارا من الحبس للمشفى بحجة المرض تبعه، والكي جي تي عم يخططوا ويخطفوا من هنيك. ايه وإمتى رح يصير هذا النقل؟ إذا بتوثق فيني وما بتخلي حدا يراقبني، فيني أعرف لك لوين وإمتى وكيف رح يصير النقل.